نجار بشار من غالي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا من نفسك؟ انا دكتور شارل بشرم جالي، استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومي في امبابه في القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. حضرتك كان حضرتك اول مره تيجي مؤتمر؟ لا، انا مع كارديو اليكس من بداياته، وبحرص كل سنه يعني ان ابقى موجود، ولانه بالنسبه لي من الايفنتس المهمه جدا اللي ما اقدرش افوتها. طب وحضرتك رايك ايه في المؤتمر السنه دي؟ المؤتمر السنه دي زي كل سنه بيزداد تميز وتألق، وقوي جدا علميا وقوي جدا اجتماعيا، وفرصة كويسة قوي ان احنا بنطلع على حاجات ابحاث حديثة، بندي خبراتنا للاجيال الصغيرة، وفي نفس الوقت بيبقى اجتماعيا فرصة كويسة قوي للقاء بزمايلنا من كل الجامعات والمراكز المتخصصة. طيب دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه دور العلاج الدوائي في العصر، التدخلات العلاجية او الجراحات بانواعها؟ بصي، هي ده سؤال مهم، لانه الناس معتقدة دلوقتي انه العلاج الدوائي موضة قديمة، او انه هو اصبح ريبليزد او حل محله الحاجات التدخلات بالاساطر العلاجية التدخلية او الجراحات. في الحقيقة التلات اضلاع ماشيين مع بعض ولا يمكن انكارهم. العلاج الدوائي مهم جدا، العلاج التداخلي بالقسطره، وانا بالمناسبه دكتور من دكاتره القسطره التداخليه، والعلاج بالجراحه. كل دي تلات اضلاع مهمه جدا في علاج مريض القلب، ولا يمكن ان حد منهم يحل محل التاني. وبالحقيقه زي ما التكنولوجي حسنت قوي مستوى القساطر التداخليه والجراحات والكلام ده كله، برضو احنا كل سنة بيضاف مجموعة كبيرة من الأدوية القوية والفعالة، والتي أثبتت فعالية مش بس في علاج الأعراض، ولكن في إطالة عمر الإنسان وفي تحسين quality of life، أسلوب حياته ونوعية حياته. وكل يوم احنا بنسعد بأنه بنستعمل أدوية أكتر وأكتر بتساعدنا قوي، وده انعكس طبعا على يعني فعلا متوسط الاعمار طال ونوعيه حياه البني ادمين اتحسنت. شكرا جدا يا دكتور، وسعدنا جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي في كارديو اليكس.